السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف 12 آداب وإنسانيات، وهو بعنوان النماذج الأسية الجزء الأول. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا إعادة كتابة الدوال الأسية لتحديد المعدلات، ثانيا كتابة نماذج أسية لتمثيل المواقف، ثالثا تفسير العوامل المتغيرة في دالة أسية في سياق مسائل الفائدة المركبة، والآن استكشف وبرر منطقيا. يدرس جابر النمو الأسي لمزارع البكتيريا. يتم التحكم بكل مزرعة بعناية للحفاظ على معدل نمو معين. انسخ الجدول وأكمله لإيجاد عدد خلايا البكتيريا في كل مزرعة. يتكون الجدول من الأعمدة التالية: المزرعة، العدد الابتدائي للبكتيريا، معدل النمو اليومي، الزمن بالأيام، والعدد النهائي للبكتيريا. لدينا 4 مزارع: المزرعة A، عدد البكتيريا 10,000، معدل النمو اليومي 8%، والزمن يوم واحد. المزرعة B، العدد الابتدائي للبكتيريا 10,000، معدل النمو اليومي 4%، والزمن يومان. المزرعة C، العدد الابتدائي للبكتيريا 10,000، معدل النمو اليومي 2%، والزمن 4 أيام. المزرعة D، العدد الابتدائي للبكتيريا 10,000، ومعدل النمو اليومي 1%، الزمن 8 أيام. والآن المطلوب الإجابة عن الأسئلة التالية: ما العلاقة بين معدل النمو اليومي والزمن بالأيام في كل مزرعة؟ ابحث عن العلاقات. هل تتوقع أن يكون عدد خلايا البكتيريا في مزرعة معدل النمو اليومي 0.5% خلال زمن مقداره 16 يوماً أكبر أم أصغر من عدد خلايا البكتيريا في المزارع الأخرى في الجدول؟ وضح إجابتك. والآن قبل أن نبدأ بإيجاد عدد خلايا البكتيريا في كل مزرعة، هل تتوقع أن يكون العدد النهائي للبكتيريا هو نفسه لكل مزرعة؟ هل من إجابات؟ أسمع أحدهم يقول: كلا، لن يكون نفس العدد. حسنا، والسؤال: لماذا؟ لماذا لن يكون نفس عدد البكتيريا في كل مزرعة؟ هل من إجابة؟ لأن معدل النمو يتضاعف، لذلك سيكون العدد النهائي للبكتيريا مختلفاً. والآن لنحسب العدد للبكتيريا في المزرعة A باستخدام الآلة الحاسبة، فسنجد أن العدد النهائي للبكتيريا سيكون 10,800. لننتقل إلى المزرعة B. من يستطيع أن يحسب لي عدد البكتيريا في المزرعة B؟ تفضل. نعم، أحسنت، 10,816، بارك الله فيك. من يجد لي عدد البكتيريا في المزرعة C؟ تفضل. أحسنت، 10,824. بقي لدينا المزرعة دي. من يحسب لي عدد النهائي للبكتيريا؟ تفضل. أحسنت، 10,828. والآن لنجيب على السؤال الأول، والذي يقول: ما العلاقة
بين معدل النمو اليومي والزمن بالأيام في كل مزرعة؟ من لديه إجابة؟ من يساعد في إجابة هذا السؤال؟ ناتج ضرب كل معدل نمو في الزمن المناظر له يساوي 0.08. أحسنت، بارك الله فيك. والآن ننتقل للإجابة عن الفرع B، والذي يقول: هل تتوقع أن يكون عدد خلايا البكتيريا في مزرعة معدل النمو اليومي لها 0.5% خلال زمن مقداره 16 يوما أكبر أم أصغر من عدد خلايا البكتيريا في المزارع الأخرى في الجدول؟ وضح إجابتك. ما رأيكم؟ هل يكون أكبر أم أصغر عدد الخلايا في المزرعة؟ نعم، أكبر. أحسن. إذن أتوقع أن يكون عدد خلايا البكتيريا في المزرعة أكبر من عددها في المزارع الأخرى في الجدول. طيب لماذا يكون أكبر؟ لأننا نلاحظ عند النظر إلى المزارع الأخرى أن عدد البكتيريا أكبر في المزارع التي عدد الأيام المعطاة لها أكثر، على الرغم من أن معدل النمو اليومي للبكتيريا فيها أصغر. لاحظوا معي، زيادة عدد الأيام زاد عدد البكتيريا في المزرعة. الآن السؤال الأساس. يقول السؤال: كيف يمكنك تطوير نماذج أسية لتمثيل المواقف وتفسيرها؟ يقول المثال الأول من الكتاب المدرسي صفحة 13: في سنة 2015 بلغ عدد سكان بلدة صغيرة 8000 نسمة، يتزايد عدد السكان بمعدل 2.5% في السنة. اكتب دالة نمو أسي لإيجاد معدل النمو الشهري لعدد السكان. الحل: لنكتب أولا دالة النمو الأسي لنمذجة عدد السكان Y في T سنة بعد 2015. من يستطيع أن يكتب لي الدالة؟ تفضل أسمعني ماذا تقول. Y تساوي 8000 times 1 plus 0.025 all to the power of T. أحسنت، بارك الله فيك. ولكن ماذا تمثل الـ 8000؟ نعم، عدد السكان الابتدائي. وماذا تمثل الـ 0.025؟ أحسنت، معدل النمو السنوي. وماذا تمثل الـ T؟ نعم، عدد السنوات بعد 2015. لذلك تصبح الدالة بالشكل التالي: y equal 8000 times 1.025 to the power of t. والآن لتحديد معدل النمو الشهري، يجب أن يكون الأس هو عدد الأشهر في t سنة بعد 2015. بذلك تصبح دالة النمو الأسي بالشكل التالي: y تساوي 8000 times 1.025 to the power of 12t over 12. لاحظ عزيزي الطالب أننا ضربنا الأس في 12 over 12 بحيث تمثل 12t عدد الأشهر. والآن لدي سؤال: كيف نقارن بين معدل النمو الشهري ومعدل النمو السنوي؟ هل من إجابات على هذا السؤال؟ أسمع أحدهم يقول أن معدل النمو الشهري هو 1/12 من معدل النمو السنوي تقريبا. نعم، لأن السنة بها 12 شهرا. أحسنت، بارك الله فيك. بذلك يمكن كتابة المعادلة الدالة على بالشكل التالي:
8000 times 1.025 to the power of 1 over 12 to the power of 12 t. وبالتبسيط نحصل على y تساوي 8000 times 1.00206 to the power of 12 t. وبذلك معدل النمو الشهري لعدد سكان البلدة 1.00206 minus 1 equal 0.00206 أي يتزايد عدد سكان البلدة بمعدل 0.206% تقريبا في الشهر. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال من الكتاب المدرسي صفحة 13 ثم تحقق من صحة حلك. يقول السؤال: يتزايد عدد سكان بلدة صغيرة بمعدل 1.8% سنويا مع معدل التزايد ربع السنوي لعدد السكان. الحل: لتحديد معدل النمو ربع السنوي يجب أن يكون الأس هو عدد أرباع السنة في تي سنة، لذلك نضرب الأس ب 4 over 4 فنحصل على دالة النمو الأس التالية. لدي سؤال هنا: كيف نقارن بين معدل النمو السنوي ومعدل النمو ربع السنوي؟ هل من إجابة؟ أحسنت. معدل النمو ربع السنوي هو ربع من معدل النمو السنوي تقريبا، لذلك باستخدام قوة القوة يمكننا أن نكتب دالة النمو الأسي بالشكل التالي، وباستخدام الآلة الحاسبة نحصل على y تساوي p times 1.00447 to the power of 4t. إذن معدل النمو ربع السنوي لعدد سكان البلدة 1.00447 minus 1 equal 0.00447، أي بمعنى يتزايد عدد سكان بمعدل 0.447% تقريبا في ربع السنة. والآن لنتعرف على الفائدة المركبة. عند دفع الفائدة شهريا تصبح الفائدة المستحقة بعد الشهر الأول جزءا من المبلغ الأصلي الجديد للشهر الثاني، وهكذا في كل فترة تضاف فائدة على الفائدة المستحقة سابقا. هذه هي الفائدة المركبة. صيغة الفائدة المركبة هي نموذج أسي يستعمل لحساب قيمة المبلغ المستثمر في حساب مصرفي عندما تكون الفائدة مركبة، ويمكن أن تكتب بالصيغة التالية: A equal P times 1 plus R over N all to the power N T، حيث الـ P تمثل المبلغ الأصلي والـ R تمثل معدل الفائدة السنوية في الصورة العشرية، والN عدد فترات استحقاق الفائدة المركبة في السنة، والA جملة المبلغ بعد T سنة. والآن المثال الثاني من كتاب المدرسي صفحة 14 يقول: تريد ثريا استثمار مبلغ 5000 قطري ريال في حساب مصرفي بفائدة سنوية معدلها 4%. كم سيصبح رصيد ثريا في حسابها المصرفي بعد 3 سنوات إذا كانت الفائدة مركبة سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية؟ سنقوم بحل هذا السؤال من خلال الجدول التالي. إذا كانت الفائدة المركبة سنوية، من يعطيني صيغة الفائدة المركبة؟ تفضل. نعم، A تساوي 5000 times 1 plus 0.04 over 1 to the power of 3 times 1. والآن سؤال: لماذا استخدمنا 0.04 في صيغة الفائدة المركبة بدلا من
4. هل من إجابة؟ نعم، لأن معدل الفائدة 4%، والرمز percent يشير إلى جزء من 100، لذلك كتبنا 0.04. أحسنت، بارك الله فيك. وباستخدام الآلة الحاسبة نجد الرصيد بعد 3 سنوات، سيكون 5624.32 قطري ريال. لننتقل إذا كانت الفائدة المركبة نصف سنوية. هل من إجابات لصيغة الفائدة المركبة؟ أسمع أحدهم يقول سيكون الاختلاف في N فقط، وبذلك نعم تكون A تساوي 5000 times 1 plus 0.04 over 2 to the power of 3 times 2. وبالآلة الحاسبة نستطيع أن نجد الجواب 5630.81 قطري ريال. دعونا الآن ننتقل إلى إذا كانت الفائدة مركبة ربع سنوية، ما الذي سيختلف؟ نعم، الذي سيختلف هو الـ N، وبذلك كونها ربع سنوية ستكون الـ N 4، فنحصل على A تساوي 5000 times 1 plus 0.04 over 4 to the power of 3 times 4، ونستخدم الآلة الحاسبة لنحصل على 5634.13. بقي أخيرا إذا كانت الفائدة المركبة شهرية، هنا الـ N ستكون 12، فيصبح الجواب بعد حسابه بالآلة الحاسبة بالشكل التالي 5636.36 قطري ريال. لاحظ معي عزيز الطالب أنه كلما ازدادت فترات استحقاق الفائدة زادت جملة المبلغ في الحساب المصرفي. والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال من الكتاب المدرسي صفحة 14، والذي يقول يريد جاسم استثمار مبلغ 3000 قطري ريال في حساب مصرفي بفائدة سنوية مركبة معدلها 3% تستحق شهريا. A. ما قيمة رصيد جاسم بعد 10 سنوات؟ B. ما قيمة رصيد جاسم بعد 100 سنة؟ لنبدأ الحل سويا. من يعطيني صيغة الفائدة المركبة بعد 10 سنوات التي تستحق شهريا؟ تفضل. A equal 3000 times 1 plus 0.03 over 12 to the power 10 times 12. أحسنت، بارك الله فيك. لأن الفائدة شهرية لاحظنا أن الـ N 12 والزمن 10 سنوات كانت T بعشر. باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على الجواب فيكون 4048.06 قطري ريال. نعم أحسنت. لننتقل إلى الفرع B. من يكتب لي صيغة حساب الفائدة المركبة التي تستحق شهريا في 100 سنة؟ تفضل. أحسنت، إذن الذي تغير هنا هو عدد السنوات فقط، نفس الطريقة، وبالآلة الحاسبة نستطيع أن نحصل على الجواب فيكون 60,031.45 قطري ريال. وإلى هنا نقول دمتم بخير، وإلى لقاء آخر في درس قادم من دروس الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.